شركة أراك للرعاية الصحية. أراك دائما ترعاك. وسهلا بكم في حلقة جديدة من الأطباء الأربعة، والبداية مع أبرز المستجدات. وفقا لتقارير الباحثين في إمبيريال كوليج لندن، أن المشروبات المحلاة بالسكر مرتبطة بارتفاع ضغط الدم، ومستويات الضغط العالي وجدت في الأفراد الذين يستهلكون الكثير من المحليات كالجلوكوز والفركتوز، وهي الأكثر شيوعا في صناعة المشروبات. ويصل خبراء بالحد من استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر، كذلك السكريات والصوديوم، لتخفيض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية. طبعا الدراسة الثانية أحمد دراسة من إيطاليا، وكانت تتكلم عن الأوميغا 3. الأوميغا 3 الاكتشاف الجديد أنها مضاد للاكتئاب عند المسنين والمسنات. وطبعا احنا كلنا نعرف أن الأوميغا 3 موجود بكثرة في الأسماك والطحالب. معروف عندنا كذلك أن الأوميغا 3 يحد من أخطار السرطانات والتهاب المفاصل. مادة الأوميغا 3 طبعا من الأبحاث البحث الجديد هذا يؤكد أنها متواجدة بكثرة في أنسجة الدماغ. كما عندنا بحث أخير أنه جاينا من جامعة تكساس في الولايات المتحدة، يقول أنه الزبادي تفيد الصحة العقلية ويحسن الاكتئاب. طبعا من المعروف أن البكتيريا الجيدة في الزبادي والتي تسمى البروبيوتيك هي أكثر من مجرد مفيدة للهضم، فعندما تدخل هذه البكتيريا في الأمعاء تساعد على الهضم وتعزز نظام المناعة وتمنع العدوى من البكتيريا السيئة. والآن يقول الباحثون أن هذه الفوائد يمكن أن تمتد إلى تحسين الوظيفة العقلية. تشاهدون في هذه الحلقة الجزء الثاني من الحوار المثير مع الكفيفين حمود وخالد. من 25 إلى 30% من سكان المملكة عندهم ارتفاع في ضغط الدم، لكن في نسبة منهم عندهم ارتفاع الضغط المقاوم أو المعاند. عبد الله، أعتقد أنت أفضل واحد تكلمنا عن الموضوع هذا. هو الحقيقة يعني يسمى بالمقاوم أو المعاند لأنه عنيد، يعني عنيد استعصى على الأطباء للعلاج بالأدوية، وبالتالي كان الآخر العلاج هو الكي عن طريق إجراء القسطرة، وهي كي الشريان الكلوي. أنا حقيقة عديت يعني بعض الشرائح، عرض على بعض الشرائح على الآيباد، لعلها إن شاء الله تسهل الشرح على الموضوع، بعدين نرجع إن شاء الله نكمل الأسئلة. قبل ما أتكلم عن الضغط المقاوم بودي نشوف بعض التعريفات. أولا الضغط الطبيعي، ما هو الضغط الطبيعي؟ الطبيعي يجب أن يكون أقل من 120 على 80. في مرحلة نسميها مرحلة ما قبل الضغط، وهي عند شريحة كبيرة من الناس، هي عندما يتراوح الضغط ما بين 120 إلى أقل من 140، على 80 أقل من 90. إحنا نقول ما عندك ضغط، ولكن هناك استعداد بأن يكون عندك ضغط في المستقبل، ولكن لابد من أخذ الحذر. المرحلة الأولى من الضغط هي مرحلة عندما يتراوح الضغط أكثر من 140 إلى أقل من 160، على 90 إلى 99. عادة دائما يتحكم فيها الطبيب بالأدوية ما بين دواء واحد إلى دوائين. المرحلة الثانية اللي هي المرحلة الأشد، عندما يتجاوز قراءات الضغط في أكثر من مرة من 160 على 100، وبالتالي لابد أن يتدخل عادة أكثر من دواء واحد. الطبيب يبدأ المريض على واحد، إذا ما استقر الضغط يبدأها على دواء ثاني، إذا ما استقر يبدأها على دواء ثالث، إذا ما استقر ننتقل إلى ما يسمى بالضغط المقاوم، اللي اتفق فيه كثير من الأطباء على أن تعريف الضغط المقاوم هو ارتفاع الضغط إلى 160 فما فوق مع وجود ثلاثة أدوية بما فيها المدرات. لكن الحمد لله يوجد لها حل، وهي عن طريق إمكانية التحكم في الضغط المقاوم عن طريق إجراء قسطرة وكي للشريان الكلوي. كيف تتم هذه العملية؟ والسؤال الأهم الذي قد يتبادر إلى كثير من أذهان الناس، لماذا الشريان الكلوي بالتحديد؟ وجد أن هناك
نهايات عصبية موجودة في جدار الشريان الكلوي متصلة بالدماغ عن طريق ما يسمى بالعصب السمبثاوي أو ما يسمى بالسمبثتك نير في الصاعد والنازل. هناك علاقة تصبح كأنها علاقة من التشاحن والتوتر، ينتج عنها زيادة كبيرة وحادة في الضغط. طبعا نشأت الفكرة أنه عند الأطباء لماذا لا يتم تلف لهذه النهايات العصبية حتى يتم هناك ارتخاء في جدار الوعاء الدموي وبالتالي يتم تحسن الضغط. يكون المريض طبعا يدخل المريض في معمل القسطرة، تدخل من بداية من أعلى الفخذ الأيمن، هناك كما يشاهد المشاهد الكريم وجود هناك الجهاز اللي صمم خصيصا والذي ينتهي في نهايته عند الشريان الكلوي. كما تشاهدون أيضا في هذه الصور الثلاث تشاهد أن هناك كيف في البداية، في المنتصف، في النهاية، فوق، تحت، يكون في الجهة اليمنى، في الجهة اليسرى، حتى يتم أن الطبيب أو يتأكد من أنه أوجد هناك تلف في الموجود في كافة النهايات العصبية. هذا هو الجهاز اللي يكون أساسا موجود في الخارج ومنه يتم الكي. وهذه طبعا هذه الصورة كما تبدو لنا في معمل القسطرة، هذه لمحة سريعة عن إجراء كي الشريان الكلوي. راح أرجع للزملاء الأطباء، أكيد عندهم أسئلة، أتمنى إن شاء الله أنها تتوافق مع الأسئلة التي تدور في أذهانكم عن هذه القسطرة. شكرا عبد الله. سؤالي أنا أبدأ بالأسئلة، كم نسبة الضغط المعاند؟ والله شوف، نسبة الضغط المعاند بحالات الضغط بشكل عام على مستوى العالم هي 20%، بس ما عندنا إحصاءات يعني خاصة بنسبة الضغط المعاند على مرضى الضغط في المملكة، فبس أعتقد أنها قد تكون متقاربة. 20% أعتقد أنها نسبة عالية، 20% من 25 إلى 30% أساسا من هذا، وبالتالي راح يكون عندك ترى أعداد كبيرة جدا. طب عبد الله، إيش المانع أنك تقدم هذه العملية للناس؟ في طبعاً ما كل مريض قد يكون مناسب لها. أول شيء لازم نتأكد بأنه ما يكون فيه خلل في وظائف الكلى، ما يكون خلل في المنطقة اللي إحنا راح نشتغل عليها اللي هي الشريان الكلوي، ما يكون فيه تضيق، ما يكون فيه دعامة سابقة. فيها أحياناً فيه نسمي ما يسمونه بالضغط الثانوي، الضغط المعروف معظم حالات الضغط 95% هو الضغط الأولي اللي ما له سبب. الضغط الثانوي له أسباب معينة وهي نادرة جداً، أغلب الأسباب لها تكون لما تكون مشاكل في الكلى زي ما أسلفت، وأيضاً أن يكون هناك في خلل في بعض الهرمونات، يكون بعض الأورام تسبب الشيء هذا، وبعض العيوب الخلقية في بالنسبة في القلب يعني ممكن تسبب الحالات. هذه حالات نادرة جداً، على الطبيب أن يكون يهتم دائماً في اختيار الحالة المناسبة أن يتأكد بالفعل أنه هذه الأسباب غير موجودة. في نقطة مهمة قبل يعني ما تسأل سؤال ثاني، أنه في لازم يتأكد الطبيب في عيادته، ليست من أول زيارة، ليست من أول قراءة، لازم يتأكد أن القراءات اللي يأخذها في الجهاز تكون قراءة صحيحة أكثر من 160 ويكون في أكثر من مرة، يعطي فرصة. قد يكون هناك مثلا المريض ممكن أن يخفف وزنه، ممكن يقلل في الأملاح، لابد من الاختيار بشكل جيد والتأكد في أكثر من زيارة حتى أنه يحوله إلى معمل القسطرة ويسوي له الكي. طيب عبد الله، بالنسبة لطريقة إجراء تحت تخدير كامل، تخدير موضعي، خطورة اللي تبلغ المريض فيها قبل لا يسويها، إيش المخاطر اللي يعني ممكن تكون؟ ما في شيء طبعا ما في خطورة، لكن إذا جيت تقارنها بالإجراءات والعمليات تعتبر من المخاطر القليلة جدا. إيش المخاطر اللي ممكن تصير واحتمالاتها قليلة؟ ممكن لا سمح الله يصير نزيف في أعلى الفخذ الأيمن اللي هو نزيف موضعي، ممكن يصير فيه مثلا شرخ لا سمح الله للشريان الكلوي، وهذه احتمالية أن يصير شيء هذا ضئيلة جدا مقارنة بالفائدة اللي احنا ممكن نحصل عليها. المريض ما يحتاج إلى تخدير عام، هناك تخدير ما يسمى التخدير مع الصحيان، يعني المريض يكون صاحي ولكن يتخدر لأن مسألة الكي للنهايات العصبية هذه أو يسمونه كونشس سيديشن. طيب عبد الله، في دراسات تثبت جدوى العملية هذه على المرضى؟ والله شوف، هي تعتبر يعني حديثة، يعني ما لها إلا عدة سنوات، في عدة دراسات تقريبا حوالي 3 أو 4، وفي الآن قادمة فيه دراسة كبرى قادمة الآن، لكن كل الدراسات هذه رغم أن عدد المرضى يمكن ما يتجاوز 152 وفي دراسة ثانية يمكن 53، لكن كلها مشجعة. مشجعة كيف؟ بأن
لأن يصير فيه وجدوا أنه خلال الفترة أنه الانقباضي مثلاً اللي هو مثلاً نقول 160 ينزل إلى تقريباً 130، هذه تعتبر تحسن كبير جداً جد. والانبساط اللي هو تحت ينزل حوالي تقريباً 12، يعني من حوالي 100 إلى 88، ففيه يعني أشياء مشجعة، ولعل الدراسات القادمة إن شاء الله راح تشجع أكثر. طب هي المريض يدخل يتنوم في المستشفى ولا يخرج في نفس اليوم ولا والله إيش قد يحتاج المريض إلى حوالي 24 ساعة في الدخول يكون تحت تقريباً. طيب عبد الله، عشان لا يكون كلامنا نظري كله، هل هذه الأشياء موجودة عندنا في المملكة؟ في مراكز في المملكة تسوي العملية هذه؟ موجودة الإسراء. موجودة، وهذا الشيء يعني تعتبر هي حديثة على مستوى العالم. أيه. موجودة في المملكة تقريبا من حوالي سنة، دخلت في عدة مراكز. إيش المراكز؟ المراكز موجودة في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، مركز الأمير سلطان للقلب أيضا بالرياض، في المستشفى الملك خالد الجامعي، وعن قريب إن لم تكن قد بدأت في مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الحرس الوطني. سمعت أيضا أنها راح تبدأ قريبا إن شاء الله في الشرقية وفي جدة إن شاء الله قريبا، فأنا أعتقد أنها مشجعة وراح المراكز تفتحها بشكل أكثر إن شاء الله. طيب عبد الله، الحين المريض سوى العملية، بعد العملية هل يحتاج أن يستمر على الأدوية أو تضيف له أدوية أو شيء؟ هذه هنا الأهمية. أولا الغرض الرئيسي أولا هو تحكم الضغط. الغرض الثاني هو أن يبدأ المريض يبدأ ينزل في الجرعات، قد أن بعضهم قد أنه يتوقف عن الدواء استغل. بشكل كامل، ولكن على الأقل أنه يبقى على واحد أو اثنين. المهم المحصل النهائي أن الضغط هذا ما يزيد عن المعدلات العالية اللي احنا تكلمنا عنها. أنت إجابتك هذه أنا يعني ألغت السؤال اللي أنا كنت أبغى أسأله، اللي هو هل ممكن الضغط ينزل يصير أقل من الطبيعي نتيجة الإجراء هذا؟ بعدها أثناء العملية ممكن يصير، تعرف مع أحيانا مع وجود الألم مثلا ممكن ينزل الضغط، وفي يعني في ردة فعل، ولكن على المدى البعيد ما سجلت حالات يعني الضغط منخفض، ولكن أهم شيء أن نصل إلى المحصلة النهائية هذه. طيب عبد الله، أنا عندي سؤال عشان بس ننقل الموضوع هذا من يعني بس كلام نظري، أبغى أعرف في السعودية هنا موجودة عندنا مراكز تسوي العملية هذه ولا لسه؟ والله شوف، هي أولا تعتبر هذا الإجراء من الأشياء الحديثة على مستوى العالم، ولا تزال هناك مراكز كثيرة على مستوى العالم تتسابق عليها أنها تضيفها. عندنا ولا ما عندنا؟ موجودة عندنا، بدأت من سنة، يعني بدأت في مدينة الملك فهد الطبية في الرياض، بدأت في مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض، بدأت عندكم أحمد في المستشفى الملك خالد الجامعي، في مدينة الملك عبد العزيز الطبية بالحرس الوطني على وشك تبدأ، وأعتقد أنها قد بدأت في الشرقية، سمعت في جدة، مفترض أنها تبدأ الآن خلاص، لأنه الحاجة لها تعتبر حاجة ماسة. طيب الحقيقة هذا يعني خبر مبشر وشيء يعني يفتح النفس، إنه تقدمنا حتى يمكن على بعض الدول في الشيء. لا تزال هناك كثير من المراكز الكبرى في أوروبا لم تبدأها حتى الآن. طيب نشكرك عبد الله على يعني المعلومات المفيدة والجميلة الحقيقة، وننتقل مع بعض للفقرة التالي، الجزء الثاني من الحوار المثير مع الكفيفين حمود وخالد. زلنا في مسيرة الحوار الشيق مع حمود الشهراني وخالد الحربي حين قلبنا الصفحات في الجزء الأول، ووصلنا إلى باب البنوك، السطور تتحدث. والله العظيم أنا إذا أروح للبنك بنك أقسم بالله أني أخجل من نفسي. ليش؟ لأن ما في فرق بيننا وبين الحريم. إيه؟ صراحة أنا ما أقدر أفتح حساب إلا معي معرف. صح. إيه؟ هذه بالله هذه ما هي عيب، لما مثلا انا اكون متزوج اوكي، انا عادي انسان سوي، ترى انسان سوي ما عندي مشكله. وبعدين يقول لي سريه وما سريه، وين السريه اللي انت قاعد تتكلم عنها؟ طبعا واذا جايب انت معرف انت في اشياء حتى معرف ما تبغى يشوفها، صح؟ هل معقول اني بروح اجيب اخوي واعلمه بكل اللي عندي؟ صحيح، مو منطق. انا مره رحت لاحد البنوك افتح لي حساب، قال لي جيب تعريف المدرسه وما ادري ايش وكذا. أنا جبت تعريف المدرسة. طيب جيت كان معي الوارد، كان معي أخوي كذا. المهم قال لي البريد، صندوق البريد كذا، في عندنا صندوق بريد يعني تقدر تقول للعائلة أو شيء زي كذا. لا هذا بيعقد الأمور أكبر وأكبر. قال لي لا، صندوق بريد لك لحالك. كيف لي الحال؟ أنا يعني عندي صندوق بريد الوارد والأخوان كلهم يعني علي. زينا كلنا زي كلنا عائلة. قال لي لا، لازم لك واحد لحالك. كيف ما كيف؟ الشوارع في أوروبا احترمت هذه الفئة، ماذا لو قارناها بشوارعنا؟ حمود
يقارن. أما لو أن شوارعنا وأماكننا مهيئة فعلا للمعاقين والله لا بطلب لا من استشاري ولا من غيره، أنا أخدم نفسي بنفسي. إذا تمشي هنا أكيد مهيئة يا أخي، أنا أقدر أمشي في أوروبا في أي دولة في أوروبا وأنا كفيف بأفضل ما يمكن ولا أحتاج لأي أحد، لأن أساسا هناك يحترمني يحترم الذات أساسا، والقانون هناك يعاقب على كل صغيرة كبيرة. هنا تمشي في رصيف صابخة جبهتك في مكيف طالع شجرة طايحة عمود حفرة يا أخي وين الرصيف عنده هو شيء له ارتفاع معين، لما أمشي طبعا المباني كلها في مسارات معينة وممنوع أي شيء بارز، حتى أعمدة الكهرب تحصلها وين معلقة فوق ما تحصل أعمدة في الأرض أو صبيات أو هذه أي بلدة؟ أنا في بريطانيا. في بريطانيا إيه، فالأبواب أي باب منشأة بيت فندق أي شيء إجباري الرصيف لازم يكون ملمس ناعم. لما أمشي للإشارة إشارة المرور الإشارة المارة هذه لها ملمس ثاني غير ملمس الرصيف، أوقف عند الإشارة أضغط إذا أعطاني نغمة مستحيل أي سيارة تمشي، أنا اللي أعبر للجهة الثانية. يبدو أن الكفيف صيدا ثمينا سهلا لوسائل النقل وليست يبدو إنما مؤكد بحسب الأحاديث. بروفيسور بخت يومين هذا ونور ومحمد حياة هذا عمي الساعة بخمسين فأنا هم محتاج أساساً أنه يقعد يلف في الشوارع هم محتاج لأنك أنت تروح معاه ولازم يقعد ينتظرك لحد ما تخلص مشوارك. أيه أكيد ولازم ينتظرك وبعدين هو شغله بالجوال طبعاً هم محتاج متكي في بيته من أن أحد يدق عليه فهذا والله يدخلون ذاب والله مساكين مكروفين مساكين بس احنا ايش عذره جيك البيت يقول لك زود الفلوس انا جايك من بيت فاضي بعد يعني يحسب عليك من يوم ما كلمته ايه انا جايك من بيت جايك من حي فلاني هذه اقدم الساعه وانا جايك فاضي ومفروض اني دخلت بهذه الساعه وما ادري كيف يعني هو أصلاً حتى إنسانيا الجانب الإنساني مفقود عنده. أنا أساساً أبغى أنقل أسكن جنبه عشان يرتاح طال عمره. يدري إنك مضطر يعني إنك ما تقدر تطلع من البيت تدور تاكسي وشيء زي كذا. فخلاص يقعد يلعب على كيفه في الأسعار. حين تدفن الإعاقة تنبت شجرة الإنجاز. معادلة حمود تتحدث. إحنا في خلال سنة إحنا كرة الهدف حققنا ميداليتين ذهبية. ميدالية برونزية. أنت سمعت عنها يا دكتور؟ لا والله ما سمعت. أنا راح تسمع لها. يعني أنا متابع رياضي بس إنه يعني ليش ما سمعنا؟ هذه المشكلة ما في أحد مهتم. أيضاً حين تتخطى الإعاقة وتمارس الهواية بعيداً عن وحل الصعوبة يحترمك المجتمع ويتابعك الجميع. أيها الإعلامي خالد الحربي. عندك يعني قناة على اليوتيوب وعندك أكثر من 40,000 متابع في تويتر. أعتقد أن هذه يعني جانب مضيء ويستحق أن الواحد يعني يرفع لك القبعة يعني احتراما، لكن هل وجدت يعني المحضن المناسب لاحتضان الموهبة اللي عندك؟ والله بالنسبة لي للأسف إلى الآن لا ما في شيء. قالوا أن الأذن تعشق قبل العين أحيانا، أما اللسان فيطرب دائما حتى لو كان صاحبه بلا عين. يا وجد عيني وجود اللي في قد غالي ولا يتيم في قد من بعد أبوه أمه وزد على كبرها مهما معه والي عش ابنك تحت رحمة سطوة العامة وجدي وجود اليتيم يا بري حالي جيت بمشي بدرب ضاعت اليمة. كفيف لكنه أبصر عقله ولم يرى إلا ألوان قدراته الأجمل فآمن بما رآه وتجاوز الكثير من المبصرين، لكن السؤال
هل يجب أن يؤمن لوحده فقط؟ حتى الآن يبدو أنه لوحده فقط يصنع المستحيل أمام مرأى الجميع. شكرا حمود الشهراني، شكرا خالد الحربي. التالي الاكتئاب وجرائمه الصامتة. بروف عبد الله صبيعي، نشكر لك تلبية دعوتنا للبرنامج ونرحب فيك. طبعا سؤالنا الأول، كثير من الناس يتعرضون لنوبات ضيقة أو تغير في المزاج، متى نستطيع أن نقول أنه هذا اكتئاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أنا حقيقة سعيد أن أكون معكم. كلمة اكتئاب درجت على ألسن الناس، وأصبح الواحد يلقى نفسه ضايق صدر يقول أنا مكتئب، يشوف واحد مثلا عنده مشكلة ولا كذا يقول إيش فيك مكتئب. فلما نجي نأخذ كلمة الاكتئاب بالتعريف العلمي الدقيق، فهي لا تشبه أي شيء مما يتحدث عنه الناس. يعني الإنسان اللي بيمر بتجربة اكتئاب حقيقية، يعني كما تخضع لمحكات التعريف العلمي الدقيق في المجال النفسي، ليست مثل أي شيء يشعره الناس في عندما تقابله مشكلة أو كذا. ولذلك لو بنحاول أنه نختصر الموضوع ونلخصه، فهو ببساطة ثلاث كلمات: هو شعور شديد، هو شعور مستمر، هو شعور معيق. فهو شديد ومستمر ومعيق. يعني الطفشان مو مكتئب، هذه الناس اللي يمكن يخلطوا بينهم، والله أنا طفشان، يقول لك أنت أيوة. مكتئب. الطفشان غير المكتئب. طبق عليها الثلاث كلمات هذه، ما يعني هل هو شديد، هل هو مستمر، هل هو معيق؟ أبدا. الناس بتمر عليهم مشاكل، تمر عليهم ضغوط، كيف تحس أنه ضايق صدره، يوم يومين ساعة ساعتين يطلع خلاص، تروح تنتهي المشكلة هذه. لما نتكلم عن اكتئاب نتكلم عن شيء يستمر على الأقل أسبوعين، عشان حنا كأطباء نفسيين نقول عليه وهذه حالة اكتئابية، على الأقل أسبوعين، ويكون شيء شديد جدا بحيث أنه يربك حياة الإنسان ومعيق له في ممارسة حياته اليومية ومؤلم. يعني لذلك أنا أقول أنه لا يشبه أي شيء مما يشعر به الناس، فأنا أعلي هذه الكلمة. يعني فعلا شعور مؤلم 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 جدا. حتى أن بعض المراجعين يقول لي لما يطلع من حالة الاكتئاب يقول لي دكتور أنا كنت أحسني في الدنيا وأنا أحسني في جهنم. أوكي. يعني لازلت عايش لكن أشعر وكأني في جهنم. فنتكلم عن شيء حقيقة مختلف تماما عن الضيقة العادية، واحد خسر فلوس، واحد فات عليه حاجة، خسر في الأسهم، أحد مرض له ولا سمع خبر ما هو بزين ولا شيء مختلف تماما. طيب يعني الفكرة اللي عند الناس الاكتئاب مختلف عنها تماما. إذا بتسمحنا يا بروفيسور نروح نشوف التقرير ومن ثم نستكمل حديثنا الشيق معك. عاش وحيدا غريبا رغم أنه على أرضه وبين أهله. ماتت نشاطاته، دثرت سعادته، ترك الكل واختار العزلة رفيقا صاحبا كل الوقت. ذاك ما ارتكبه الاكتئاب من جريمة في حق هذا المخلوق. ظهوره فقط لا يرحم، فما بالك إذا اختار ووجد المرتع. يصبر عليه هذا البسيط، يصبر ويصبر، ثم ما يلبث إلا أن ينفجر ويتحدث بلغة أخرى، لسانها عين وحروفها دموع ساخنة تسكن بعضا من ألم. الاكتئاب اعتبره البعض مرض العصر، وقال عنه آخر نزلة برد تصيب العقل. معادلته طبيا بسيطة، مشكلة تظهر بشكل مفاجئ تأتي بعدها المحاولات لحلها، يأتي الاستسلام في الأخير أو الإصرار والعناد بأن حلها صعب المنال، لتركض الأعراض متجهة لذاك المخلوق الذي توارى عن أجواء السعادة والرضا والتعايش. يصيبه الهم، يكسوه الأرق، يفقد الشهية،
يخسر وزنه تدريجيا، ينعزل أو يبحث عمن يلومه إذا كان مذنبا، وأعراض أخرى أكثر، ليعبر بعدها بطرق خطيرة أو غير مشروعة تؤذيه وتؤذي من حوله، طرق أشبه بمسكنات مؤقتة لا تسمن ولا تغني من جوع. وإذا ظل يستنشق نسمات الضعف أكثر وأكثر وبدأ يردد ما لي هذه الحياة من قيمة، فاعلم أنه وصل إلى المرحلة الأخطر، وصل إلى المرحلة التي تقنعه بأن رحيله عن هذه الفانية هو الحل. كل هذا بعد أن رحل الرضا بالقضاء والقدر والتعايش مع مصيبته ومشكلته أو الإصرار والعزيمة للتغلب على تلك المشاكل، كلها رحلت أدراج الرياح نتاجا هزامية. ضعيف كان ميتا على قيد الحياة فمات بجرم الانتحار، ونال الاكتئاب ما نال من انتصار. جهل هذا الإنسان أن الاكتئاب مهما كان مجرد حالة تصيبه وتصيب غيره، تنوعت فعلا أشكالها وأنواعها، لكنها لم تتغلب على الدين ولم تتغلب على الطب. اكتئاب شرس قوي، إلا أنه خاسر أمام من أراد خسارته وسعى للإطاحة به. يا بروف، شفنا التقرير، الله يجزاهم خير فريق الإعداد سوى التقرير، الموضوع شكله درامي جدا، والحقيقة يمكن جاب لنا إحنا شوية هذا، لكن غير الموضوع الدراما نبغى تفاصيل أكثر عن أعراضه، يعني إذا تسمح لنا تدينا فكرة عامة أو يمكن مفصلة حتى عن أعراض الاكتئاب. هو الحقيقة التقرير كان رائع بصراحة، يعني ذكر كثير من الأعراض وأعطى الدرامية اللي فعلا يستحقها الحديث عن الاكتئاب. طرح نتكلم عن حاجة ما هي سهلة أبدا، لكن لو أنا بلخص التقرير بقول الأعراض، فالأعراض إحنا ممكن نقسمها أو نلخصها في أربع محاور. الاكتئاب يضر أو يظهر في أربع أشياء، يظهر في المزاج، ويظهر في التفكير، ويظهر في السلوك، ويظهر في أداء الجسم. نبدأ بالمزاج. المزاج لما نتكلم عن شخص مكتئب فنحن نعني أنه يشعر بالحزن والضيق والكآبة وعدم القدرة على الاستمتاع بأي شيء طول النهار تقريبا وكل يوم تقريبا لمدة أقل شيء 15 يوم أسبوعين، يكون غارق فيها يعني في السوات حقها طبعا. ولذلك ما هو مجرد ضيقة، لما الواحد يدخل في حالة اكتئاب انت تتكلم عن غمامة سوداء تصبغ كل شيء حواليه، انه انطوى على نفسه ولا حتى بطانية سوداء على فوق نفسه. نيجي الآن، يعني هذه بالنسبة للمزاج، نيجي الآن للتفكير. التفكير هناك تفكير بأنه الحياة ما في داعي أسوي أي شيء خلاص، يعني شعور باليأس. التفكير احتقار الذات، التفكير بنظرة سوداوية، نظرة سلبية تجاه نفسه، تجاه الآخرين من حوله، أنهم تخلوا عني، ما يحبوني، يكرهوني، يبغون يؤذوني. نظرة سوداوية أو تفكير سلبي لكل شيء من حوله، يعني إذا كان مثلا تكلم عن عمل، تكلم عن فلوس، تكلم عن علاقات، نتكلم عن تربية، كل شيء خلاص في النهاية بموت كذا. الواحد ليش يفكر كذا؟ طيب هذا النوع من التفكير إيش توقع بيكون سلوك صاحبه؟ إذا كان تكلم عن عمل ممكن يتوقف عن العمل، ما في داعي، إذا أصبح معيق خلاص، أصبح حتى ما يستطيع أن يفكر وينتج في العمل. تكلم عن العلاقات يبدأ زي ما تفضلت قبل شوي سلوك يبدأ ينطوي على نفسه، يبدأ يقضي أكثر الوقت في الجالس الوحدة على الكنبة، حتى أن الغرفة تصبح وسيعة عليه فيبدأ يغطي نفسه أكثر الوقت، خلاص ما يبغى يشوف النور، طفي اللمبات، أكثر الوقت يلجأ إلى النوم، هروب. طيب إذا كان موظف، نظام العمل والعمال والنظام الخدمة المدنية 15 يوم انفصل، إذا كان شركة يمكن أقرب من كذا بعد، إذا خسر عمله.
وللأسف الشديد أنه حتى كثير من الجهات العمل ممكن أن تقدر لما يقول والله أنا كان عندي سكر، أنا كان عندي ضغط، لكن ما يقدروا لما يقولون عندي اكتئاب. هو يعرف أنه عنده اكتئاب وقتها؟ هذا هو يعني الرجال دخل في تحت المظلة السوداء ولا تحت البطانية السوداء، هل وقتها يعرف أنه عنده اكتئاب؟ على الأقل يعرف أنه في شعور بالألم يعني في بداية الحالة يبدأ يعرف أنه عنده اكتئاب. لكن قد يصل إلى مرحلة من المراحل يفقد التواصل مع الواقع، يفقد تفكيره الطبيعي، ويبدأ حتى، ولذلك لاحظ في التقرير تكلم عن أو أشار الانتحار، بعض الناس اللي عندهم اكتئاب ويصل إلى درجة اكتئاب ذهاني ممكن يفكر أنه بما أن الدنيا مؤلمة والحياة مؤلمة بهذا الشكل، أنا ليش أقتل نفسي وأخلي عيالي يعيشونها؟ أنا أقتلهم قبل أقتل نفسي. علشان كذا احنا نشوف في كثير في الوسائل، نعم في حالات ما هم لانهم ناس سيئين، لكن من دافع حبه لاولاده وحبه لزوجته وحبه للناس اللي حواليه يقول لك ليش انا اتركه في المعاناه هذه؟ هذه انانيه مني ان انا يعني انقذ نفسي. هذه مكرره وشاهدناها وسمعنا عنها كثير، بانه يبدا يعني بقتل العائله بعدين يرجع على نفسه ينهي الملف كامل. نعم بالضبط. طيب دكتور، يعني اذا الان احنا تكلمنا يعني انتهت حياه المكتئب في التقرير برصاصه، انهت حياته. نعم. الآن بالنسبة للأسباب، هل الأسباب الآن لها علاقة بالوراثة؟ هل لها علاقة بالتنشئة؟ هل لها علاقة بالظروف الاجتماعية؟ اسمح لي بس أكمل شوية برضه في الأعراض. نعم. من الأعراض الشائعة أيضا في الاكتئاب واللي أحيانا مؤلمة، شعور بأنه ما يقدر ينام، في يقعد يتقلب يعني في السرير ساعات طويلة، والشعور بالألم هو يبغى ينام عشان يهرب لكن ما يقدر ينام، شهيته تضعف، ينقص وزنه، يبدأ يحس بألام مختلفة، رغبة الجنسية يفقدها، فتقريبا فقد أشياء كثيرة حتى كانت في يوم من الأيام مهرب له ولا مدعاة للتلذذ، طعام، علاقات جنسية كذا، فحتى الأشياء هذه يفقدها. نجي الآن للأسباب. الأسباب ممكن يكون في أسباب وراثية في نسبة من الحالات، ولذلك احنا دائما في الطب النفسي لما نتكلم عن الاكتئاب تحديدا وعن كثير من الأمراض ما نتكلم عن أسباب بقدر ما نتكلم عن عوامل. ممكن الإنسان يكون عنده عامل وراثي ثم تحدث خبرات في حياته مثلا في الطفولة ولا كذا تجعله أكثر عرضة للاكتئاب، ثم تحدث ظروف في حياته لاحقا، مشاكل في العمل، مشاكل زوجية إلى آخره. بالذات لما نتكلم عن في الاكتئاب نتكلم دائما عن الفقد، أن الإنسان يفقد شيء، يفقد مثلا وظيفة، يفقد ترقية على سبيل المثال، يفقد فلوس يخسرها، يفقد علاقة، يفقد أحد يموت. فأحيانا قد يكون الفقد حقيقي وأحيانا قد يكون متخيل، يعني كان متحمس لشيء معين مثلا مشروع معين ثم ما صار الموضوع هذا، حقيقة ما فقد شيء، هو لا يزال في وضعه بس هو يعتبر لكنه نفسه فقده. يعتبر نفسه فقد شيء. فهذه كلها عوامل ممكن تؤدي للاكتئاب. اللي أبغى أقوله في حقيقة موضوع العوامل هذه أنه نقطة مهمة جدا أن نشير لها، أنه حتى الناس اللي يسمعوننا الآن واللي يشوفونا وهم عندهم اكتئاب، كون الاكتئاب عندك وراثي ترى هذا لا يعني أنه خلاص حكم عليك بالإعدام، أنه ستبقى مكتئب طول عمرك، لا، يظل بالإمكان أن تتعالج وأن تخرج من دائرة هذا الاكتئاب. فدائما الأمل يبقى موجود حتى وإن كانت الأسباب أحيانا قد لا نستطيع السيطرة عليها. طيب إيش طرق العلاج يا بروف؟ العلاج حقيقة فيه وسائل كثيرة إحنا نتكلم عنها علاج، وطبعا كل ما كان العلاج في بداية الحالة كل ما كان أسهل، كل ما كان المريض نفسه يشعر بالألم ويتعاون، وكل ما كان بالإمكان حتى الناس اللي حواليه ممكن يقدمون له شيء. لما نترك الاكتئاب لمرحلة متأخرة فالمريض نفسه لا يتعاون، الناس اللي حواليه يشعرون فعلا بالإحباط والعجز، ما عاد يقدرون يقدمون أي شيء، ويصبح العملية يعني تصبح علاج قسري يحتاج إلى دخول المستشفى غصبا عنه وكذا. العلاج في الأساس عندنا نوعين من العلاج، يا إما مضادات الاكتئاب، ومهم جدا أن نقول عن مضادات الاكتئاب أنها مأمونة لحد كبير جدا، لا تؤدي إلى الإدمان، لأنه كثير من الناس يخاف من الذهاب للطبيب النفسي خوفا أنه يأخذ شيء سبب الإدمان. السمنة شوف يعني مثلها مثل أي دواء في الدنيا، كل دواء عنده أعراض. يعني هو أصلا ما بيأكل له 6 شهور خليه يسمن شوية، صح ولا لا؟ بالضبط، لما يكون في حالة اكتئاب فعلا يعني يهمنا إنقاذ حياه الآن وبعدين نتكلم عن أي شيء آخر. أهمية العلاج وين حقيقة؟ أنه مريض الاكتئاب لما نقارنه مع أي مريض آخر، المريض الآخر مشكلته في نفسه هو،
واحد ارتفع عنده السكر، نزل عنده السكر، صار عنده ضغط، صار عنده كسر، اللي يكون هذه مشكلته في نفسه هو. مريض الاكتئاب الكل حوالينه يتأذى، إن كان أم فكل البيت تلاقيه صار كئيب ومظلم وفقدوا جلساتهم وفقدوا الالتفاف حول الأم وكذا. إذا كان الأب فقدوا العائل، فقدوا مصدر الدخل، فقدوا الشخص اللي يتكئون عليه في حالة الأزمات والمشكلات. إذا كان أخ من الإخوان برضه ممكن، يعني تأثير الشخص يتجاوز نفسه إلى الناس اللي حواليه كلهم. طيب لعل هذا يقودنا يا دكتور إلى لو أصيب أحد من الأسرة في حالة أو في نوبة شديدة من الاكتئاب، المحيطين به في الأسرة كيف يتعاملون معه؟ هذا سؤال جميل، لكن أنا أقول أنه يجب أن لا ننتظر حتى تصبح النوبة شديدة. الهدف من هذا البرنامج والهدف من كل البرامج التوعوية والكتابة في الصحف ومواقع الإنترنت، الآن ترى ما عاد أصبحت المعلومة صعب الوصول لها، ولذلك أنا في تقديري أنه لا يعذر أي إنسان بترك نفسه أو ترك مريض آخر بيقول والله ما كنت أعرف أنه اكتئاب. يعني المفترض أنه يروح طبعًا ويكتشف طبعًا هل هو اكتئاب ولا لا، خاصة نحن نتكلم عن الاكتئاب أنه الرابع سبب للإعاقة، إعاقة فعلاً على مستوى العالم دول العالم الثالث، وثاني سبب الإعاقة على مستوى العالم المتقدم، ومتوقع في 2020 أن يكون ثاني سبب الإعاقة في العالم، في العالم، في العالم كله. يعني إعاقة بمعنى أنه لا يستطيع أن يعمل، لا يستطيع أن يكون علاقات، لا يستطيع أن يكون أسرة، لا يستطيع، خلاص معاق تماما. يعني نص الناس حيكتابوا في 2020 حلاقي نص الناس مكتئبين. هتكلم عن ثاني سبب، نتكلم عن مقارنة بالأسباب الأخرى. نعم. أي نعم. أي. أوكي. طب روف، إحنا حقيقة مستمتعين جدا بالحديث عن الموضوع الشيق وبالذات مع يعني هامة في الطب النفسي. الوقت داهمنا ونحتاج منك بس رسالة أخيرة. الرسالة حقيقة أنه نقول للناس أنه مهما شعرت بالاكتئاب فتأكد أنه واحد من كل 5 أشخاص عنده احتمالات الإصابة بالاكتئاب يوما ما. المسألة مسألة أنه دورك الآن، شخص آخر ربما دوره كان قبل شهرين، وشخص آخر ممكن يكون دوره بعد شهرين وبعد 3 شهور ولا بعد سنة. الاكتئاب ما هو عيب، وله نقص فيك، وله ضعف، وهذا مرض، والمرض بالإمكان علاجه. النقطة الثانية أنه الاكتئاب من كثر ما هو منتشر، نتكلم عن من 1 إلى 5، طبعا النساء أكثر عرضة من الاكتئاب من الرجال، لكن في النهاية الاكتئاب رغم أنه من أكثر الأمراض النفسية شيوع إلا أنه من أكثرها استجابة للعلاج. ولذلك نقول أنه العلاج ممكن جدا وميسور، وخلال أسابيع قليلة ممكن تنقشع الغمة هذه وترتفع البطانية وترجع للحياة من جديد لنفسك والناس اللي حواليك. طيب شاكرين البروف سبيعي على استجابة الدعوة وتغطية الموضوع بالشكل الممتاز، ونروح للفقرة التالية. التالي، الأطباء الأربعة يجيبون عن أسئلتكم. أشعر وبشكل شبه مستمر بارتفاع حرارة في أسفل القدمين مع بعض الألم، فما أسبابه وعلاجه؟ طبعا أسباب الإحساس بالحرارة في القدمين متعددة وكثير، نحن لكن نقول عندنا في المجتمع أكثر أسباب. السبب الأول اللي هي القدم السكرية، اللي هو ينتج عنها تلف في الأعصاب الطرفية، وبالتالي الواحد يبدأ يحس في البداية بحرقان وحرارة شديدة، إلين ما ينتقل للمرحلة الأخيرة اللي بعدها اللي يفقد الإحساس أصلاً في الأطراف. والتحكم في السكر يقلل من المشكلة. علاج السكر والتحكم فيه هو الأساس في العلاج. الشيء الثاني ممكن انسداد الشرايين لأسباب مختلفة، منها ارتفاع الكوليسترول، منها أسباب كثيرة ممكن برضو تأثر على الأعصاب. طبعاً من الأسباب كمان الشائعة اللي هي الالتهاب بالفطريات في القدم اللي تسمى athlete's foot. برضو هذه يكون علاجها بسيط، يكون عبارة عن علاجات تجي على شكل بودرة وأشكال مختلفة تنحط، بس يحتاج لها تشخيص في البداية. أنصح أنه إذا أحد عنده الحرارة هذه يراجع طبيب، لأنه في أسباب ثانية كثيرة، منها نقص فيتامينات، منها التغيرات في الغدة الدرقية، في أسباب كثيرة ممكن تؤدي لارتفاع حرارة القدم، فإذا كانت متواصلة لفترة زادت عن 2 أسبوع يراجع الأخ السائل طبيبه ويقدر إن شاء الله يلاقي لها علاج. هل يمكن السفر بالطائرة إلى خارج البلاد بعد شهر من إجراء عملية القسطرة الافتراضية مع العلم أن النتائج كانت كلها سليمة؟
والله السائل الكريم إذا كان يقصد القسطرة التشخيصية فشهر كثير، بالذات أنه قال أنه يطمئن عليها أنها يعني سليمة. عادة دائما كحد أقصى أسبوع إذا كانت من الشريان الفخذي، وإذا كانت من اليد قد تكون يوم أو يومين يستطيع بإذن الله السفر. أي بلد في العالم يسافر إن شاء الله سهل خلاص سليم طمنوه خلاص. كم من الوقت يستغرق التعافي من عملية جراحة المنظار لإصلاح تمزق الغضروف المفصلي؟ طيب سؤال جميل. عملية المنظار للغضروف الهلالي عادة التأهيل بعدها يكون سريع، طبعا صحة المريض وعمره المشاكل الصحية اللي عنده تأثر في فترة التأهيل. عموما الجرح يلتئم عادة في خلال 10 أيام، فبعد 10 أيام ممكن يعني حتى يستحمى يتروش يجي موية، عادة يكون خلاص سيف آمن. بالنسبة للحركة والمشي عادة يسمح على طول في نفس يوم العملية أنه يبدأ يمشي، لكن ما يحط ضغط عليها كثير عشان لا يجهد الركبة، وتدريجيا في خلال 10 أيام أو الأسبوعين الجاية يبدأ يزيد حركته. عادة الصغار في السن في خلال 3 أسابيع إلى 4 أسابيع يرجع المزاولة حياتهم الطبيعية. طبعا اللي كان إذا كان الواحد متقدم في السن أو المشكلة عنده كانت مزمنة يمكن تستغرق فترة أطول، تصل في بعض الحالات إلى 2 شهر، لكن 4 إلى 6 أسابيع عادة الواحد يقدر يرجع يمارس حياته بطريقة طبيعية. شكرا أحمد، والآن نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، نراكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، إلى اللقاء. يا هي يا اللي تناشدني على أحوالي، أنا كيف طموح علي القمة، لكن طموحي بقى في المهدي ما زالي بين الأمل والرجاء عايش معي همة، ودي بمد النظر في سجة البالي واجمع شتاة الفكر في البال والأمة، وقراية أطهار كتاب ما تهيالي ما غير أشوفه وأهل الدمع وضمه. خالد شو تسوي من جدك؟ هذا تلفزيون. شاهد قنوات انفيجن هاي ديفينيشن. شركة أراك للرعاية.